من اجل تامين المسار. كمل كلمتك. لا 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 من خطط الانقلاب ولكنه فشل فشلا ذريعا. المخطط كان انقلاب، فشلوا على استمالة الجيش الوطني التونسي، فشلوا على استمالة قوات الجيش والامن الوطني، فشلوا على احداث اضطراب اجتماعي كبرى. فتحركوا من خلال الدم، من خلال الدماء، ولكن هذه السياسة فاشلة. بوجودكم وعي الشعب، تحية لشعبنا الكريم، شعبنا الكريم، شعبنا مش مستعد باش يمشي وراء المغامرين وراء الفوضويين. واحنا تحية في هذه المناسبة للشعب الكريم، الشعب الواعي، شعب البطل اللي فهم الرسالة ومش مستعد باش يدخل البلاد في فوضى. اليوم رسالتنا هي تجميع التوانسة، التوافق، الوحدة الوطنية. فبدنا شعارات كلها تكون شعارات تجميع، شعارات وطنية لدعم تأمين المسار الانتقالي. الشعب يريد وحدة وطنية. تحية لهذه الحشود الصامدة، نحن نشد على أيديكم، وتحية لكم جميعا.